السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كلمت حضرتك من أسبوع في موضوع وأنت جاوبتني عليه. فأنا لو تسمح لي ممكن أرجع لحضرتك السؤال تاني عشان كان السؤال ناقص. ماشي لا بأس تفضل. تمام. أنا كان يعني حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فأنا كنت قلت لها لو خرجتي تاني بدون إذني أو مسكت عليك حاجة بعد كده مش هعديها لك، المأذون اللي جوزنا بلغنا. بعد كده اكتشفت انها خرجت بدون اذني، لما واجهتها قالت لي انا كنت هنقول لك لما نرجع. فهو كده يعني لا، هذا الكلام لا يقع به طلاق. ايه؟ هذا الكلام لا يقع به طلاق حتى لو خرجت. حتى لو خرجت تمام، تدخل المخزون اللي شبكنا يخلصنا على الاغنيه المصريه، صح كده ولا لا؟ لا انا قلت لها المخزون اللي جوزنا بلغنا. ايوه نعم. لو خرجتي لا يقع بهذا الكلام طلاق. شكرا يا شيخ. الله يكرمك.